انتشرت مؤخرا في إب ظاهرة السرقة بشكل كبير، وتدخل عصابات نسائية في تسجيل حوادث السرقة، ولكن الأمن تمكن من ضبط إحدى تلك العصابات واستعاد ذهب بقيمة أكثر من 2 مليون ريال. حوادث سرقات كثيرة ظهرت في محافظة إب في الآونة الأخيرة، الجنات فيها ليسوا من الرجال كما هو معتاد في حوادث السرقة، بل نساء في ظاهرة تعد غريبة على مجتمع إب المحافظ والذي تحظى المرأة فيه بمكانة كبيرة، وذلك نتيجة لأسباب كثيرة منها تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاشتباه بالنساء وقدرتهن على التحرك بحرية. كثرت في الفترة الأخيرة السرقة عن طريق يعني النساء، حيث تلقينا عدد من البلاغات من يعني أصحاب المنازل عن تعرضهم لسرقة، لكن معظم السرقات التي تقوم بها النساء هي عن طريق يعني دخول المنازل إما في المناسبات أو عن طريق المفاتيح، حيث لا يقوم. أما بالنسبة للجرائم الاعتيادية في سرقة المنازل هي كانت عن طريق القلص، قلص أبواب المنازل. في الآونة الأخيرة ظهرت أساليب إجرامية جديدة في السرقات، ومن ضمنها امتهان العنصر النسائي للسرقات، سرقات الذهب والمجوهرات والمقتنيات التي تحملها كثير من النساء اللواتي يرتدن الأسواق أو في صالة الأعراس. في قضايا بالنسبة للنساء، يدخلين بعض النساء في وقت الأعراس، وقت ما يكون هناك أعراس يدخلين على أن جين من ضمن المدعوات، ويدخلين بعض غرف أنهم سرقين وما يدروش الآخرين، في بلاغات يعني، وسابقين قد ضبطنا بعض القضايا. وفي نساء يقومون بالسرقات من محلات، مراكز تجارية، سرقة من داخل شمطات على الأسواق. رجال البحث الجنائي أطلعوا قناة سعيدة على إحدى قضايا السرقة والتي كان الجنات فيها نساء، استخدمنا أسلوب مع الضحية يصعب كشفه، ولكن رجال البحث الجنائي بعد التحقيق وجمع الاستدلالات تمكنوا من الوصول للجنى وكشف الطريقة التي تمت بها عملية السرقة رغم تعقيدها، وكانت المفاجأة بأن الجنى هم من كانت المجني عليها في ضيافتهم. آخر سرقة وهي التي أطلعناكم عليها والتي توجد بين يدينا المضبوطات للسرقة الأخيرة، هي سرقة مجموعة من الذهب والمجوهرات من أحد المنازل في إحدى الحارات في عاصمة المحافظة، حيث كانت المجني عليها وأخريات من أسرتها في استضافة الجنة من العنصر النسائي. بقت بعض النساء في بيت المضيفة تشاغل المجني عليهن في منزلها، فيما قامت إحدى النساء بمساعدة آخر بالدخول إلى مسكن المجني عليهم وأخذ كل المقتنيات من ذهب وأموال نقدية وغيرها. اعترفين أن قبل فترات كانوا يزورون البيت بحكم أنهم مجاورين لهم، وقاموا بطبع المفاتيح حق الباب الشقة وباب الغرفة والدولاب. وفي يوم السرقة استدعينا المجنى عليها المسروقة إلى البيت عندهم، حفلة عيد الأم، يعني كان عيد أم تماما، استدعينا عندهم للبيت، جلسين عندهم في الحفلة، وبعدها تحركت واحدة من المتهمات خفية يعني بدون ما تشعر صاحبة البيت، وأخوها كان منتظر لها في الخارج، وتحركوا إلى المنزل. قامت هي بالدخول وسرقت الذهب. تميل النساء للوثوق ببعضهن البعض بشكل كبير، وتغفل الكثيرات عن أخذ الحيطة والحذر في الحفاظ على مقتنياتها الثمينة سواء داخل المنزل أو حتى خارجه، مما قد يجعلها ضحية ولقمة سائغة لبعض من ماتت ضمائرهن وتخلين عن طبيعتهن الأنثوية والإنسانية. نوجه من خلالكم رسالة للأخوات المواطنات التي اعتدن ارتياد الأسواق والتسوق، أن يتخذنا الحيطة والحذر الكافي حتى لا يكون عرضة لأعمال الشاذات من النساء ومن يمتهن السرقة وتكون مقتنياتها عرضة للسرقة. لبرنامج صدى الأسبوع حنان طه العواضي، محافظة إب.